مش وش تقول يا حسيني؟ لا قلت ابشر هو انت شيله ها؟ ابشر شيله ايه؟ عشان يوم الخميس شنو شيله؟ ايه؟ اشيلها يعني غير الخميس ما تشيلها؟ لا بس عشان يوم والله الخميس والله ابو عبد المحسن ايه؟ والله العظيم اني كان ناوي الزخه لزخه ايه انا لما لزخته ما استانس ما انبسط ايش رايك ابو حسيني؟ من اول الناس ايش يقولون؟ وشو يذا المهيدب على الحسيني؟ المهيدب ما غير شاب على الحسيني، المهيدب ما غير وكل من قابلته قال يا اخي ايش فيك على الحسيني؟ يا اخي يرفق على الحسيني، يا اخي لا اخر شيء لا ده اللي يقولون مجدم فيه عليك به. اي لا لا ابد حط عليه فالان جه استلم سالم ما يطيع قلبك ما يطيع قلبك ها؟ ما يطيع قلبك، هالرجال توحش امس يوم جاه اتصال اشاعه عنك او مقلب هم الحين تقول له الكلام هذا. طيب انا بسأله هو الحين هذا امر طبيعي توحش انت وفضل. انت تبي هالشيء ولا ما تبيه؟ وش يبي؟ استلمه كله ما استلمه كله خلاص؟ لا استلمني خربت خلاص شهاده. المشكله يعني انا لما اتشاكس انا وياه كثير من الناس الان بدا يدرك يقول انا عارفكم تمزحون عرفنا خلاص بينكم صح لما اقولهم نوقفها الناس والله الناس لا قالوا لا 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 خلوكم مع مشاكساتكم ترى ننبسط عليها فالان جاء سالم جاء الله خذ الله يستر من الحسيني دخل في الخط اي دخل في الخط ابو عبد الله